أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال حديثنا في الآيات والروايات الدالة على إمامة الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الحديث السابع من باب ما نصّ الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام إن رجلا من المختارية لقيني فزعم أن محمد بن الحنفية إمام. فغضب أبو جعفر عليه السلام ثم قال أفلا قلت له قال قلت لا والله ما دريت ما أقول قال أفلا قلت له إن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى إلى علي والحسن والحسين فلما مضى علي عليه السلام أوصى إلى الحسن والحسين ولو ذهب يزويها عنهما لقال له نحن وصيان مثلك ولم يكن ليفعل ذلك. وأوصى الحسن إلى الحسين ولو ذهب يزويها عنه لقال: أنا وصي مثلك من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أبي ولم يكن ليفعل ذلك. قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض هي فينا وفي أبنائنا. أبو بصير من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق. في تلك الفترة كانت قد ظهرت فرقة تسمى الكيسانية نسبة إلى كيسان مولى المختار ابن أبي عبيد الثقفي هذه الفرقة كانت تزعم أن الإمام بعد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن الحنفية محمد ابن الحنفية هو محمد ابن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ولكن لأن أمه كانت خولة الحنفية فنُسب إليها، فكانوا يزعمون أن محمدًا ابن الحنفية هو الإمام الرابع. وهؤلاء بعد وفاة محمد ابن الحنفية انقسموا فرقا ومنهم من قال بأنه هو الإمام المهدي وهو حي برضوى عنده عسل وماء لكن هذه الفرقة لضعف الحجة انقرضت ككثيرا من الفرق الباطلة في هذا الحديث أبو بصير يقول للإمام الباقر: إني لقيت رجلا من هؤلاء فزعم أن محمد بن الحنفية إمام، الإمام الباقر غضب، أولا لضلال هذا الإنسان. وثانيا لان ابا بصير لم يجبه ولم يناقشه ولم يدحض كلامه ولا حجته الامام الباقر يقول له لماذا لم تجبه قال ما اقول له الامام قال له ان الامام اما بنص خاص او بنص عام مو كل واحد بإرادته وبشهوته أو بإرادة غيره وشهوة غيره يصبح إماما الإمامة هي تعيين من الله سبحانه وتعالى من أين لك أن الله سبحانه وتعالى عين هذا الشخص الطريق هو النص إما في القرآن أو نص ثابت من رسول الله محمد صلى الله عليه واله، أو من الأئمة الذين من قبلهم. زين، ما هو النص على إمامة محمد ابن الحنفية؟ سواء نص خاص أو نص عام، لا يوجد. أما النص الخاص، فإن رسول الله صلى الله عليه واله او من الايمه الذين من قبلهم ما هو النص علي امامه محمد ابن الحنفيه سواء نص خاص او نص عام لا يوجد اما النص الخاص فان رسول الله صلي الله عليه واله اوصي لعلي أمير المؤمنين، والحسن والحسين. لذا بعد الرسول كان الإمام عليًّا عليه الصلاة والسلام. وعليٌّ عليه الصلاة والسلام من بعده عين الحسن، ومن بعد الحسن الحسين. هل كان يحقّ لعليّ أن يختار إمامًا آخر غير الإمام الذي اختاره الله؟ لم يكن له الحق في ذلك ولم يكن ليفعل ذلك لان امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام عبد لله سبحانه وتعالى مطيع له هو امام معصوم لا يخالف امر الله في صغيره ولا كبيره فكيف في مساله من اعظم المسائل وهي مساله الامامه لا يعقل ذلك فأمير المؤمنين من بعده أعلن أن الحسن والحسين هما إمامان أولا الحسن ومن بعده الحسين. الحسن كذلك حينما حضرته الوفاة ومضى مسموما قبل ذلك أشار إلى الحسين عليه الصلاة والسلام ولم يكن ليفعل غير ذلك، ولا كان له الحق في غير ذلك، لأنه أيضا إمام معصوم، لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا أمير المؤمنين والحسن والحسين فيهم نصوص خاصة من رسول الله. زين محمد ابن الحنفية هل فيه نص خاص من رسول الله؟ كلا. لا يوجد نص. زين نجي الى النصوص العامة. النص العام في القرآن الكريم "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" وقد ذكرنا فيما مضى كلامًا مفصلًا حول هذه الآية التي هي في سورة الأحزاب. لأنه ذكرنا ان هذه آيتان آية في سورة الأنفال ترتبط بالإرث. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله التي في سورة الأنفال في آخر آية من سورة الأنفال هي ترتبط بالإرث. الأقرب إلى الميت أولى بالإرث من الأبعد. فابن الميت أولى من أخيه. وأخو الميت أولى من ابن عمه. الآية الأخرى في سورة الأحزاب، الآية السادسة (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله). هذه الآية حول أسرة الرسول، الرسول ما هو دوره؟ دوره أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، له الولاية على المؤمنين. اما زوجات الرسول فلا شان لهم في مساله الولايه، وانما احتراما للرسول لا يجوز الزواج بهن من بعد رسول الله صلى الله عليه واله، وازواجه امهاتهم، زين، فلمن الولايه من بعد الرسول؟ واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، اولو الارحام الذين هم اقرباء الرسول. الاقرب الى الرسول صلى الله عليه واله اولى واقرب الناس الى رسول الله كان علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام ومن بعده الحسن ومن بعده الحسين ومن بعده الامام زين العابدين محمد بن الحنفيه لم يكن من ارحام الرسول صلى الله عليه واله وبعد الحسين عليه السلام محمد بن الحنفية أخو الحسين وزين العابدين ابن الحسين الابن أولى من الأخ لأنه أقرب ولذلك هذه الآية اللي هي آية عامة لا تشمل محمد بن الحنفية دليل خاصهم لا يوجد على إمامته فبأي مناسبة جعلتموه إمامًا ثم بعد ذلك بعد ذكر النصوص العامه التي تشمل الائمه جميعا يبدا الكوليني رضوان الله تعالى عليه لذكر بعض النصوص في كل امام 12 باب في كل باب بعض الروايات على امامتي كل إمام من الأئمة بدءا من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى الإمام المهدي أول هذه الأبواب باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب الحديث الأول من أحاديث هذا الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال الراوي الذي هو زيد سمعته يقول لما نزلت ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان من قول رسول الله صلى الله عليه واله: سلموا على علي بإمرة المؤمنين. فكان مما أكد الله عليهما في ذلك اليوم قول رسول الله لهما: قوما فسلما عليه بإمرة المؤمنين. فقال أمن الله أو من رسوله يا رسول الله. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه واله: من الله ومن رسوله. فأنزل الله عز وجل: ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. يعني به قول رسول الله صلى الله عليه واله لهما وقولهما امن الله او من رسوله. ثم يقول الله عز وجل: "ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم". وتتمه الايه ان تكون امه هي اربى من امه. الامام يفسر هذا المقطع: "أئمة هي ازكى من أئمتكم". قال: "قلت جعلت فداك أئمة" قال اي والله ائمه. قلت فانا نقرا اربى. فقال ما اربى واومأ بيده فطرحها. ثم يقول الله عز وجل انما يبلوكم الله به يعني بعلي عليه السلام. ثم يقول وليبينن لكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها يعني بعد مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام ثم يقول الله عز وجل وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله يعني به علي عليه السلام ثم يقول الله عز وجل ولكم عذاب عظيم. اولا نذكر هذه الايه او هذه الايات التي هي في سوره النحل الايه 91 الى 94 معناها وبيان مصداقها الاتم الذي هو في امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام. شان نزول هذه الايه ان بعض قريش كانوا يتحالفون مع قبائل، ثم لما كانوا يجدون ضعفا في تلك القبائل، وقوه في اعداء تلك القبائل، كانوا ينقضون عهدهم مع القبيله الاضعف، ويعاهدون القبيلة الأقوى، وهذا عمل قبيح جدا، أنت عندك ميثاق مع إنسان، وهو لم ينقض ذلك الميثاق، ولا خالف ذلك الميثاق، ولكن بحالة انتهازية لما تجد ضعفه وقوة عدوه تتركه و تتحالف مع عدوه وهذا داب كثير من الناس مع الاسف الله سبحانه وتعالى يقول انتم جعلتم الله شاهدا على هذا الميثاق فكيف تنقضونه ثم الله سبحانه وتعالى لبيان بشاعه عملهم يضرب لهم مثلا المثل شنو هو كانت امراه تسمى ريطة بنت كعب، وهذه كانت حمقاء، كانت تجلس، وتأتي بالشعر، بالصوف، وتبدأ بالغزل، تغزل هذا الصوف، او هذا الشعر، بشكل خيوط، ثم هذه الخيوط تغزل بها مثلا ثوبا من الصباح الى المساء، بعد ان ينتهي عملها كانت تنقض هذا الغزل وترجعه الى كومه من الشعر او من الصوف، زين هذه مثال للحمق. تصرف وقتها من الصباح إلى المساء في عمل ثم في المساء تنقض عملها وترجع إلى مرحلة الصفر هذا مثال لبيان بشاعة هذا العمل أنتم الذين تعاهدون الناس وتنقضون العهد لما تجدون فيهم ضعفا وتجدون قوه في اعدائهم مثلكم كمثل هذه المراه لماذا كانوا يصدعون ذلك لانهم يجدون جماعه هي اكثر واقوى من جماعه اخرى التي كانوا يعاهدونها ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول هذا امتحان من الله يعني الله سبحانه وتعالى يمهل الناقضين امتحانا لان الله اذا كان يريد ان ياخذ كل انسان بجريره عمله فورا لبطل الامتحان انما الامتحان يكون مع مهله للناس والا اذا واحد يدري الان اذا خالف الان تجي صاعقه من السماء تحرقه ما حد راح يخالف فالامهال هو نوع من الامتحان للناس الله سبحانه وتعالى يمهلكم ولكن المهلة لها زمان تنقضي في يوم القيامة يأتي ويبين لكم أنكم خالفتم العهود وجزاؤكم في ذلك نار جهنم الله إذا كان يريد أن يجبر الناس جميعا على الهداية يتمكن ولكن بذلك كان يبطل الامتحان هذا المعنى العام للآية أما أبرز مصاديق هذه الآية عهد الناس مع الله ومع رسوله في علي امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام حيث بايعوه بامر من الله ومن رسوله بايعوه طوعا ولكن بعد ذلك نقضوا العهد هذا اسوا انواع نقض العهد انت اذا تعاهدت مع انسان عادي حتى كافر حتى لو كان كافرا لا يجوز لك ان تنقض عهدك الا الذين عاهدتم من المشركين الى ان يقول الله سبحانه وتعالى فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم اذا انت عندك عهد مع المشرك يجب عليك ان تفي بذلك العهد الى ان تنقضي المده فكيف اذا كان عهدك مع مسلم كيف إذا كان عهدك مع الله ومع رسوله هل يجوز لك أن تنقض ذلك العهد؟ كلا فأبرز مصاديق هذه الآية العهد مع الله ورسوله في إمامة أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام حيث إن الله سبحانه وتعالى أمر الرسول بأن يبلغ أن الله عين عليا أميرا للمؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. والرسول بلغ كرات ومرات من مكة إلى منى في السنة العاشرة من الهجرة في حجة الوداع. وبعد ذلك في طريق الرجعة من الحج قبل رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله بشهرين وأيام الله سبحانه وتعالى امر الرسول باخذ البيعه في صحراء غدير خم في الجحفه بين مكه والمدينه ورسول الله صلى الله عليه واله جمعهم واخذ منهم البيعه فبايعوا طوعا لم يكرههم رسول الله على ذلك وانما بلغهم أمر الله سبحانه وتعالى. طبعا هم كان واجب عليهم أن يبايعوا، شاءوا أم أبوا. لكن الرسول لم يجبرهم. لماذا؟ إتماما للحجة. فبايعوا أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام على الإمرأة ولكن بعد ذلك نقض الأكثر هذه البيعة. نقضوها. يصير اصحاب الرسول صلى الله عليه واله يبايعون ثم ينقضون الجواب نعم حدث ذلك في زمان رسول الله مرات هؤلاء بايعوا رسول الله صلى الله عليه واله في غزوه احد فروا خلافا لما بايعوا خلافا لامر الله الصريح والرسول يدعوكم في اخراكم الرسول موجود بينهم وكان يناديهم لكن مع ذلك فروا لماذا؟ لانه وجدوا الكفار المشركين دارت الدائره لهم حاصروا المسلمين من الجانبين زين هاي القضيه انتهت الله سبحانه وتعالى أنقذ رسوله مسيف علي عليه الصلاة والسلام والدفاع بعض المؤمنين طبعا المسلمون تكبدوا خسارة فادحة سبعين شهيد استشهدوا في معركة أحد زين بعد ذلك هذه واحد يجي يقول هذا أول الأمر زين بالنسبة للمهاجرين ما كان أول الأمر غزوة بدر كانت غزوه احد كانت في السنه الثالثه من الهجره. السنه الثالثه من الهجره اذا أضيف الى 13 سنه من مكه يعني 16 سنه بعد بعثه الرسول والمهاجرون كثير منهم قد اسلموا في اوائل الامر. زين هاي عديها يوم حنين في السنه الثامنه من الهجره. في آخر حياة الرسول أو آخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله الرسول موجود وقد رأوا ما رأوا من معاجز وتقريبا عشرين سنة أو أكثر من عشرين سنة قد مضى من الإسلام لكن مع ذلك في يوم حنين حينما باغتهم المشركون من الكمين فروا إلا القليل جداً هؤلاء مع وجود الرسول صلى الله عليه واله كان الكثير منهم هكذا زين بعد رحيل الرسول صلى الله عليه واله تجي قوه قاهره تقوم بانقلاب. ألا ينقلبوا على الأعقاب؟ وهذا لا ليست روايات الشيعه فقط السنة أيضا رووا ذلك في البخاري موجود في حديث الحوض إن الأكثر ارتد فلم يبق إلا كمثل حمل النعم قليل جدا أقول يا رب أصحابي هؤلاء يحلؤون عن الحوض يعني يطردون عن الحوض فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك انهم لم يزالوا مرتدين او ارتدوا على ادبارهم القهقره. هنا ايضا نقضوا العهد مع الله ومع رسوله صلى الله عليه واله، وهذا ليس بدعا من الامر. موسى عليه السلام وبني اسرائيل بنو اسرائيل ذريه الانبياء، اسرائيل يعني يعقوب عليه السلام. هؤلاء ذريه يعقوب يعني هم ذريه اسحاق يعني هم ذريه ابراهيم عليه الصلاه والسلام هؤلاء كانوا في اشد الذل والهوان تحت سلطه فرعون الله سبحانه وتعالى بموسى انقذهم وشاهدوا الايات بام اعينهم شاهدوا انشقاق البحر شاهدوا غرق فرعون وانتم تنظرون بمجرد أن عبروا من البحر وجدوا قوما يعبدون صنما قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آهل زين موسى موجود قمع هذا الحب الموجود في قلوبهم زين غاب أربعين يوم ثلاثين يوم صبروا عندما تعدل ثلاثين يوم زعموا أن موسى قد مات عشرة أيام جمعوا الحلي وصنعوا عجلا له خوار وعبدوه وهارون عليه الصلاه والسلام نبي هارون شجاع مو جبان لا نبي من انبياء الله استضعفوه وكادوا ان يقتلوه زين هارون لماذا لم يجرد سيفه؟ هؤلاء عبدوا العجل لماذا لم يجرد سيفه؟ عملا بوصيه موسى عليه الصلاه والسلام اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي فاذا هذه طبيعه موجوده والامه الاسلاميه ليست بدعا من الامم كما جرى في بني اسرائيل يجري في الامه الاسلاميه ومن هذا ذلك انه انقلبوا على وصي رسول الله صلى الله عليه واله البعض يعني يستغرب أنت تعال تقدم شوية بعد مقتل عثمان بعد مقتل عثمان بايعوا أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام طوعا ما أحد أجبرهم يعني أحد أجبر طلحة أو أجبر الزبير أن يأتي ويبايع ويبايع عليا عليه الصلاة والسلام لا أحد أجبرهم وإنما بايعوا طوعا أرادوا امرة أمير المؤمنين لم يرى صلاحا أعطاهم الامرة ذهبوا إلى البصرة ونكثوا البيعة فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون يعني أمير المؤمنين في السلطة وينكثون ويذهبون إلى البصرة ويجيشون جيشا لقتال علي وقتله، ولو كانوا يتمكنون كانوا يقتلونه، لكن انهزموا في المعركة. زيون هؤلاء حينما يفعلون هذه الافاعيل، كيف وانه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه واله الانصار اكثرهم انقلبوا وكذلك المهاجرون انقلبوا وجعلوا أميرا وبايعوه وقبيلة بني أسلم جاءت وحدث ما حدث لا يستغرب ذلك كيف يمكن ذلك مع وجود الرسول صلى الله عليه وآله فعلوا ذلك فكيف والرسول غيبه الله سبحانه وتعالى برحيله إلى الرفيق الأعلى في هذا الحديث الذي تلوناه الإمام عليه الصلاة والسلام يبين المصداق الأتم لهذه الايه وان الذين نقضوا عهدهم وبيعتهم هؤلاء من مصادق هذه الايه والله سبحانه وتعالى امهل وفي يوم القيامه يحاسب وسنجزي الشاكرين الذين بقوا على عهدهم وايضا الذين نكثوا الله سبحانه وتعالى بعدله يتعامل معهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.